يا رب يا رب يا رب يا رب قالوا لي فني مهندس لا يا رب قلت ايه وحق ايه ماليش حق يا رب. اولا انا اسمي حسام سعيد امين اللجنه الاجتماعيه باتحاد الطلبه. احنا نعرض النهارده مشكلتنا، مشكله اعتصام الطلبه. احنا دخلنا في اعتصام مفتوح لان نظر ان احنا قدمنا ورق وطلبات للاداره ان احنا نغير اسم الكليه وان هم انشاء لنا نقابه، لان كليتنا مشكلتها ما لهاش نقابه بقالها فتره بتعاني، ما فيش خريج ولا في توصيف وظيفه ولا اسم كليه بيعترف بيه. ونيجي قالوا لنا هنضمر نقابه التربويين، ما بيقبلوناش، ونقابه المهندسين ما بتقبلناش، فاحنا قررنا احنا يبقى لنا نقابه مستقله. فطالبنا بكده فلقينا رفض من الاداره ومن الحكومه، فاحنا قررنا احنا ندخل في اعتصام مفتوح الا ان يتم الرد علينا بقراراتهم. لا بنقول القرار لينا سنين في الانتظار، لينا سنين في الانتظار يا عميد وقول للناس، يا عميد وقول للناس انا مهندس ده الاساس، انا مهندس ده الاساس. انا اسمي اسلام الباجوري، طالب الفرقه الثانيه تعليم صناعي بني سويف. الاول احنا عرضنا القضيه بعد ما عرضنا المطالب على مجلس الكليه. تم تشكيل لجنه من الطلبه مكونه من الاتحاد والطلبه، قعدنا مع مجلس الكليه وعرضنا عليهم الطلبات وتم الرفض، والرفض الاساسي على الاسم اللي هي كلمه هندسيه. معنى مجلس الكليه رافض كلمه هندسيه تماما من المسمى. واخر حاجه وصلنا ليها معاهم قالوا لنا هاتوا لنا ان يكون في اي كليه بالمسمى اللي انتم طالبينه ده على مستوى العالم واحنا هنبدا ننفذ لكم الطلبات. وده تم بالفعل، وده ان شاء الله تم النهارده في الاجتماع مع رئيس الجامعه، لجنه برده مكونه من الاتحاد والطلبه. واحنا كطلبه ما بنتعارضش ابدا مع كليه هندسه، لا كليه هندسه بتطلع مهندس، احنا ما بنقولش ان احنا نبقى مهندسين، لا احنا بنبقى حاجه تحت المهندسين اسمها مهندس تطبيق. المهندس التطبيقي ده بياخد البيانات من المهندس وبينشرها في الموقع زي مهندس تنفيذي بعد المهندس. مسؤوليته مش مسؤوليه مهندس لا بس ولا مسؤوليه فني، احنا بالاثنين الدبلوم كده كده سنتين دبلوم وسنتين معهد، ثلاث سنين دبلوم وسنتين معهد بيدولنا فني اول. احنا دلوقتي برضو الكليه بتدينا فني اول، كليه تعليم صناعه. احنا عايزين نغير الاسم بحيث انها تكون كليه هندسه تطبيقيه، يطلع لنا مسمى وظيفي مهندس تطبيقي في البطاقه وفي الكارنيه، يبقى لنا نقابه حافظ على حقوقنا نتكلم بيها قدام الناس ونطلب حقوقنا بيها.